إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية متبنى الأوفياء، كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 1177 إصابة مؤكدة جديدة. إذا الأرقام بدأت ترتفع للأسف الشديد، العدد وصل لـ1000 إصابة، 1177 إصابة جديدة فيروس كورونا و7 ديال الوفيات بالمملكة. إذا هذا نداء كنوجهوه لعموم المواطنات والمواطنين أنهم يردوا البال ويكونوا على بال، وانتم كما سمعتوا أن عدد الإصابات بدأت كترتفع أرقام قياسية للأسف الشديد. 1177 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، 7 ديال الوفيات اللي تسجلت اليوم، و 58 حالة شفاء بالمملكة. إذا نطلب الله السلامة أكيد متبين الأوفياء، والله يرفع علينا هذا الوباء، لماذا أن نرجو الحياة ديالنا الطبيعية. أرقام قياسية اللي بدات كتسجل للأسف الشديد متبين الأوفياء، نطلب الله السلامة أكيد. إذا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 1177 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا، وبهذا كترتفع الحصيلة بطبيعة الحال إلى 500 5000، ترتفع للأسف الشديد 1177 إصابة فيروس كورونا. الأرقام بدأت كترتفع، وذلك البال ويكونوا على بال من لباس الانسان من الاحتياطات اللازمه من اجل الوقايه من فيروس كورونا، الفيروس الذي لا زال يحصد ضحايا للاسف الشديد. الوفيات 7 ديال الضحايا من ضحايا كوفيد 19. الحمد لله ان عدد الحالات ديال الشفاء بدات كترتفع تدريجيا، ولكن خصنا نردوا البال لان عدد الاصابات وصلت للعتبه، وصلت للالف، الف مصاب بالفيروس. هذا نداء للعموم انهم يردوا البال، ارقام قياسيه اللي ولينا كنسمعوها للاسف الشديد. اذا نعطيكم على حسب الجهات، الجهه الدار البيضاء سطات 653 اصابه وجوج ديال الوفيات، جهه الرباط سلا القنيطره 163 اصابه وجوج ديال الوفيات، جهه مراكش السفي 115 اصابه، جهه السوس ماسه 64 اصابه، جهة طنجة تطوان الحسيمة 44 إصابة وحالة وفاة، جهة درعة تافيلات 40 إصابة، جهة فاس مكناس 32 إصابة، جهة الداخلة واد الذهب 22 إصابة، جهة الشرق 16 إصابة، جهة بني ملال خنيفرة 12 إصابة، جهة العيون الساقية الحمراء 9 ديال الإصابات وحالة وفاة، جهة كلميم واد النون 7 ديال الإصابات وحالة وفاة. إذا كما سمعتوا هذه الحصيلة ديال عدد الإصابات بالجهات. أما فيما يخص متبنى الأوفياء، عدد الإصابات بإقليم العرائش، فالإقليم دورو كسجل تقريبا 3 ديال الإصابات وصفر وفاة. إذا تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية.